بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بالجميع. هذا المقطع سجل في عام 1408. الحقيقة سجل من قبل التلفزيون، شاهدوا جمال الشوارع في ذلك العام وجمال الحدائق. عندما تدخل المدينة المنورة ينتابك شعور الانشراح، فسبحان الله العظيم كونها مدينة خير البرية، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا الحقنا فيديو سجل في بداية الثمانينات، وشاهدوا يومها كان يوم ممطر والجو جو أنتم تعرفون المدينة إذا كان فيها أمطار يدخل الفرح والسرور على المارة، والناس شاهدوا السيارات، شاهدوا الكابرس والديدسن والسيارة اللي واقفة، وشاهدوا هؤلاء الشباب على الجيب أشراع مبسوطين. واتمنى إن شاء الله إن المقطع عجبكم، وإلى أن نلتقي إن شاء الله.